السلام عليكم، أطلب منكم تلامذتي أن تنجزوا تمارين دعم الدرسين 19 و20 صفحة 84. إذا التمرين رقم 1، أضعوا وأنجزوا عملية القسمة التالية في دفتري. إذا أنجزوا هذا التمرين على دفاتر المنزل. التمرين رقم 2، أحددوا الأرقام الناقصة في العملية التالية وأتحقق من النتيجة. إذا هذه عملية قسمة وتقوموا بإنجازهم على كتاب رياضيات، نجزوهم على كتاب رياضيات. نعم. تمرين رقم 4، إذا خلال حصة تدريبية بلغ عدد المتدربين 176 بينما كان عدد المدربين 8، فكان لزاما أن يتوزع الحضور على 8 مجموعات متساوية العدد. أحدد العملية التي على المدربين القيام بها لمعرفة العدد في كل مجموعة بوضع علامات. إذا بوضع علامة. إذا هذه العملية اللي غنقوم بها هي عملية الجمع أم عملية الطرح أم عملية الضرب أم عملية القسمة؟ غادي تضعوا علامة في العملية الصحيحة، ثم تقومون بوضع العملية وكتابة عدد المتدربين في كل مجموعة. نعم. تمرين رقم 5، في أحد أقسام المستوى الرابع الابتدائي حصل 5 متعلمين على معدل 7.25 وحصل 15 متعلما على معدل 8، كما حصل 12 متعلما ومتعلمة على معدل 9، وبلغ عدد الذين وصل معدلهم 9.75 6 متعلمين. ونظم البيانات والمعلومات في الجدول. إذن هذه المعلومات اللي عندك هنايا غادي تنظمهم في الجدول. عدد المتعلمين الذين حصلوا على هذا المعدل، إذا 7.25، شحال من متعلم ومتعلمة حصلوا على المعدل ديال 7.25، وشحال من متعلم ومتعلمة حصلوا على عدد على المعدل ديال 8، أيضا بالنسبة للمعدل 9 و9.75. أحسب عدد المتعلمين بهذا القسم، أحسب عدد المتعلمين بهذا القسم، أحدد عدد المتعلمين الذين حصلوا على معدل أكبر من 8، إذا التلاميذ أو المتعلمين والمتعلمات اللي حصلوا على أكبر معدل أكبر من 8، تكتبوا العدد ديالهم. إذا غتصوبوا وتنجزوا هاد التمارين إن شاء الله خلال يومي السبت والأحد، وأنا غنقوم بالتصحيح ديالهم وإرسال التصحيح إن شاء الله يوم الاثنين إن شاء الله الرحمن الرحيم.